لافات او لكوب ما تامنيش سيدتي بالموضه، امني باللي يجي معاك. هذا الشعار المختص في الشعر سي الياس اميار الملقب بسكالبيلو. صباح الخير. صباح الخير لجيان. مرحبا بك مستمعي الكرام. مرحبا خبير شعر المثقف، اهلا وسهلا بك. يحفظك بارك الله فيك. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. جملة يعني قصدي انا بشكل كبير، لاني انا لا اؤمن بالموضة، يعني كنامن بداك الشيء اللي كيجي معايا. طبيعي. ولو نقدر نهز مثلا يعني كسوة من الكسوية اللي عندها تقريبا 6 سنين، ولكن نقدر ناجوتي عليها شي حاجة مثلا ونجددها على حسابي انا وعلى حساب مزاجي وشخصيتي وشكلي كذلك. عجبتني هاد ما تأمنيش بالموضة ولكن آمني باللي يجي معاك في القصة. الكثير اللي تابع الموضة اليوم سي الياس اميار. بطبيعة الحال حنا في واحد العصر زعما اللي كل شيء تيآمن بالموضة وكل شيء تيتبع الموضة، واللي دارتها يعني شي نجمة مشهورة ولا شي واحد مشهور كتلقى من بعد اسبوع ولا شهر الدنيا تطلات بهذاك الشيء، يعني كل شيء ولا تيدير في حاله. وهذا بالنسبه لي انا كنهضر ديما كنقول بان هذا راي شخصي بالنسبه لي انا، هو بان هذا غلط. نعم. حيت هذيك السيده اولا هذاك السيد اللي شفتو لابس داك الشيء راه ماشي 100% يقدر يجي معاه، او المقطع شعره ماشي 100% يقدر يجي في حالي ولا في حالك انت، يعني هذا شويه كيكون تناقض وكيكون واحد الاختلاف كبير. انا صراحه ما تنامنش به وما تيعجبنيش. نعم. يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوا الموضه هو كتكون واحد لا طوندونس، ولكن ما نتبعوهاش 100%. ناخذ منها شي حاجه اللي غتخلينا يعني بلوز موا نكونوا مسايرين العصر، ولكن يعني جايه معنا وحنا مختلفين يعني ومن طوم. أيوة. مختلفين. ماشي راني دايره في حالك، ولكن راه يشوفوني الناس راه الله يرضي عليك عاديه، يعني غنبقى ديما نبان بانني راه ما دايرش شي حاجه يعني واو، اولا يشوف يقول لك واو راه بانت عليك واحد فيك شي حاجه. انا كتعجبني شي وحده من تقول لي راه مشيت وقالوا لي راه فيك شي حاجه ما عرفناهاش. هذه هي تما فين كاين داك لو سكري، في هذه الكلمه هذه او في شي حاجه تزادت فيك زوينه او تزادت عليك زوينه. هذا هو الله. فيما يخص يعني الموضه ديال لي كوب دابا اللي كاري بلونجي، يعني ولينا كنشوفهم بواحد الشكل كبير، شعر مسبسب كاري، كلشي وليتي كتشوفو بحال سي الياس، خصوصا الا تزادو عليهم شي نظاظر مربعين ولا مستطيلين. صافي كلشي ولا داير هاد الموضه، يعني ولاو حتى صحاباتنا كيتغلطوا لينا، كتولي تعيط الخديجه تولي تعيط على سعاد. يعني بزاف يعني كاين هاد التشابه هذا في هاد المظهر الجديد او اللوك الجديد هذا. انا كنرشح لهذه الفكره هذه في جوج الحوايج وغادي نقولهم باختصار باش ما نطولوش. هاد القضيه اللي قلتي انت ديال ولينا وليتي كتشوف البنات كلهم تيتشابهوا بحال بحال، كترجع جوج الحوايج. اولها كيف كيشوفوا هما الموضه وتيطبقوها، حيت لا كاري بلونجون هذه دابا واحد الربع سنين او خمس سنين باش بدينا يعني باش بدات كتروج. ثاني حاجه واللي مع احترامي اللي كوافير ماشي تنقص منهم، ولكن ولاو حتى هما تياخذوا كوبي كولي نفس القصه كيديروها على جميع السيدات، وماشي حتى شي قصه. حيت انا شفت بزاف الخدمه يعني غير لا باز تيقطع لك البلونجون صافي بالطوندوز، كيوقف لك ليا كيدير لا طون 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 طوندوز وكيتلقى. ماشي كيوقف عافاك، هذا كيوقف. لا هذا كيوقف عند مختص الشعر غير باش ناكد التوقيف، حيت ما كاينش اللي كيوقف قليل وهي راه غلط بالنسبه. المهم هذا موضوع واحد اخر بغينا نهضروا عليه، بان حيت لا كوب خاصها تقطع واقفه. التقنيه ديالها ان الكليانه خاصها تكون واقفه وانت كتقطع عليها. بطبيعه الحال خاصها تكون واقف. علاش؟ حيت الشعر تيكون مسرح مزيان، لونجل ديال عينيك تيكون قاد مع الشعر. مي العكس الا كانت الكليانه جالسه لونجل ديال عينيك تيتبدل لتحت، وتقدر تكون هي جالسه مايلة عوجه شويه غتبدل لاكوب كامله. كنهضر على في التفاصيل ولا ديطاي ديالها. يعني فيما يخص نرجعوا للموضه والقصات. الموضه كيف قلت لك هادو باش يفهموا الناس الموضه شنو هي، هما سيدي الناس سيدي كرياتور. تيكون ان كوافير بروفيسيونيل كيجيب واحد اربعه ولا خمسه ديال لي موديل، تيمشي كيدير واحد الباكستيج كيبدا يقطع، عجبتني هادي تيموضي فيها هادي، افوالا خرج بواحد الحاجه جديده. الناس يقدر يزيد على واحد لاطوش مثلا، نعطيك مثال شكون اللي شفتو دار واحد الحاجه جديده بحال المغني ديالنا سعد المجرد في الكليب اللي قبل من الاخراني، دار واحد لاميش في واحد بحال الخوات الصغار بحال دي بيرسينغ، غد ليه كلشي دار في حاله، هو داك الشيء ديالو عجبو دارو هو. نعم. يعني خرجها منه والناس لغدا يديروا بحال. نعم. بحال هكاك هاد الناس هادو تيخترعوا تيديروا شي حاجه جديده تيصوروها تيديروا فيديو تيطلقوها الناس تيتبعوها. سا ديبون على كل واحد شكون هو المثال ديالو النموذج ديالو سي الياس. لا هادي انا حيت ربما يعني هذوك هاد الشيء اللي عاودتي عليه يعني انا ما يثيرنيش نهائيا. لا انت تهضر على الدراري خصوصا على الدراري. انا زعما نعطيك واحد على كل. لا عطيتك واحد المثال ودارو حتى البنات.
انا جاو عندي بنات دايرينها فهمتيني يعني الناس كيشوفوا غير شي حاجه. نعم باش نكمل لك القضيه ديال الكرياتور. نعم هو كيشد واحد اربعه ديال لي موديل كيكونوا متقاربين في الوجه. أه. تقريبا متقاربين في الوجه وكيف كتعرفوا لي كرياتور كلهم تيكونوا ماشي مغاربه سي الناس ديال اوروبا اجانب يعني عندهم الشعر تبارك الله يعني لا كوب كتطلع فيه 100% غير قصه غير بيدو لا كوب مشات هنا كيخرج لك واحد الموديل جديد واحد الموضه جديده كتجي انت الوجه ديالك لا علاقه بالوجه ديالها الشعر ديالك لا علاقه بالشعر ديال السيده اللي الموديل اللي خرج في هذاك الشيء خدمتك لا علاقه بالخدمه ديالها شخصيتك لا علاقه بالشخصيه ديالها كيجي كيدير لك واحد جوج قطع ويا ريت تكون يقطعها لك زعما بالتفاصيل كيف مقطعة هي. نعم. كتجي انت كتقول انا درت واحد لاكوبلينيا جديده وما جاتش معايا فين كاين المشكل المشكل راه كاين في الفيزاج ديالك في شخصيتك كيف قلتي بزاف ديال الحوايج حيت علاش تبعتي الموضه وفين انت ما مرتاحش لانه تبعتي الموضه والراحه النفسيه نسيتيها راه كاين اللي كيتبع الموضه ما مرتاحش كاين بيان سور كيجيونا ناس بزاف بحال هكا يعني تنصح الناس ما تتبعوش الموضه في 100% ما تتبعوهاش خذوا منها واحد البورسنتاج قليل لواحد 5% ونخدم عندها واجتهد عليه بشخصيتك ونشوف راسي كيفاش غادي نخرج واخا هذا الشيء راه ماشي الكليان اللي تقوم به راه زعما الكوفر ولا يقوم بهذا الشيء حيت الا تبعتي الموضه تنقول انا واحد يعني واحد نسبه كبيره ما غاديش ترتاح واخا حيت وجهها كيختلف الوجه نعم نقدر ناخذ نفس لاكوب ولكن غادي نخدم عليها نبدلها غادي نخدم عليها نبدلها ديغراداسيون نبدلها الفيلاج نبدلها بزاف ديال الحوايج هذه بالنسبه للموضه. طيب دابا نهضروا على الاشكال ديال الوجه وكل شكل شنو هي يجي معاه سي الياس وانت كتهضر دائما على الدياغنوستيك كتهضر على التشخيص هذه مهمه تجلس عندك الكليانه كتسولها في الخدامه شكون هي عندها اولاد ما عندهاش عايشه بوحدها مع والديها نهار كامل وهي خارجه ولا نهار كامل وهي جالسه يعني كتسول على التفاصيل كامله بالاضافه للشكل ديال الوجه اللي كيعاونك على انك تختار لها القصه المناسبه. بطبيعه الحال في هذه الاونه الاخيره سورتو هذه العامين الاخرى العام اللي فات وهذا العام هذا يعني الموضه كتخرج من الصيف للصيف سورتو ديال يعني كنعرفوا قرب شويه كنعرفوا نعم كنعرفوا بان خرجت اون لا كوب افيك اون باز كاري اوكي كتكون لا باز ديال لا كوب كاري سواء كانت قصيره سواء كانت طويله كتكون كاري كاين واحد في الاختلاف كاين اختلاف صغير اييه على حسب لي فيزاج أيه. كل وحده وكيفاش كاين فيزاج تريونكولور كاين مستطيل كاين مربع كاين المثلث شويه طويل فوال اها هنا ما نقدرش نزم ونقول لك كل وحده شنو غادي تجيها اها حيت خاص كل وحده ضروري كتلقاي عندها يعني ها هي مثلا ها الشكل كاين ها لا مثلا ها هي وجهها أيه. تريونكولار ولكن عندها واحد البيتي ديتاي في وجهها تيبدلوا لك الملامح هنا مهمين فوالا حيت تقدر واحد لاتو ما دير لها والو في لاكوب باش نقدر ندير لها واحد لاتوش صغيره في لافخونش تقول لك ناري ترانسفورماسيون يعني راديكال فوالا راديكال يعني هنا من الاحسن الكوفر اللي يقطع لكم ياخذ وقته الكافي في الدياغنوستيك ويحاول يشوف لا كليونت مزيان حيت شوفها في لا كليونت وتاخذ الملامح ديالها راه منها كتحاول تخرج شنو غتعطيها. نعم هذا فيما يخص يعني كيف قلت لكم ما نقدرش نجزم على كل وحده حيت نخاف دابا نقول شي كلمه ولكن السماعات ياخذوا كيف قلتها ويمشوا يطبقوها ما تصدقش لهم حيت الاغلبيه ديال يعني لي كوافور كيقول لك انا كنمشي على حسب الشكل ديال الوجه زعما هذا هو اللي اجتهد بزاف ولكن انت ضفتي واحد التفاصيل اللي هي دقيقه اللي هي الملامح ديال الوجه والتعابير ديال الوجه اللي هي مهمه الحجبان حتى هما كيلعبوا دور العينين صغار ولا كبار كيلعبوا دور الفم حتى هو النيف حتى هو فين محطوط واش كاين دوك الحنيكات ولا ما كاينينش ولا واخا يكون حتى الوجه مدور كتلقى المراه مثلا ما عندهاش الحنيكات مزيان طالعين فوالا وتلقى وحده اللي وجهها مدور وحنا كتبارك الله بومبي فوالا بلا بوتوكس بلا والو فوالا يعني هنا كتبدل هنا كتبدل الرؤيه والزاويه من كياخذ الخبير ديال الشعر المراه اكزاكتومون يعني كنصح الناس يعني ما يتبعوش الموضه نعم. يتبعوا داك الشيء اللي هما حاسين به يعني خصها هي تخرج بواحد النتيجه قبل ما يقولها لكوافير ما تجيوش ديروا كوبي كول الا درتوا كوبي كول غتلقى راسكم بانكم في واحد الاطار ديال الملل ديال نفس فوالا بحال ما درتي والو انت كتمنى خرجتي نفسك من داك القوقعه ديال داك يعني داك الروتين او لا كوبي كول غتلقاي راسك بانك ما درتي والو يعني ما درتيش واحد ترانسفورماسيون كبيره ولكن راه عجبك الحال ومرتاحه وهذا الشيء راه ما تيسريش غير على لا كوب راه حتى في حوايجك حتى في بزاف ديال الحوايج يعني خاصك غير تخرجي من داك
الموضة. نعم هنا كتجي تفاصيل أخرى اللي كتكملوا بها اللوك ديال المرأة. الأخف الأخف سي إلياس أميار في الصباغات هو البلاياج أو اللي غفلي والهايلايت هو كي يسمى بالهايلايت دائما. المهم هذه تسميه قديمه هذه بحكم يعني انا خدمت في شتي غالك مع الاجانب ما شاء الله يعني والخبره ديالك طويله. هذه تسميه يعني قديمه. هايلايت كيجي خفيف وهذه اقل حاجه تقدر تضيفها الإنسان وراه ما عندهاش حتى شي نسبه ضرر والو. حيت دابا الحمد لله ولات الهايلايت ولا كيدار غير بلا كولوراسيون ما نحتاجوش نديروا لا ديكولوراسيون يعني غير بالصباغه. وهذه يعني لمسه كتكون خفيفه وكتعطي واحد الاكله وواحد الحيويه حتى السيده كتحس براسها بانها حتى هي راه تنورات. فوالا اكزاكتومون نورتينا سي الياس. انا الحمد لله يعني اسبوع داز في احسن الظروف وشكرا على الاستضافه. مرحبا وان شاء الله جايه الاحسن. جيت معك شي مقص شي عده عرفتي حنايا دابا اربعه ديال البنات هنايا باش نبدا ان شاء الله الحصه المقبله حتى المعسكن فين يلاه تقطع ليا وتصايب ليا الياس. وما شاء الله وما شاء الله عليك الحمد لله. ونعاود نذكر الياس يعني انا قالوا لي عليه ومشيت واعتبرت راسي مختبر للمستمعات والمستمعين وتقطعتي ليا الياس وصايبتي ليا وخديتي واجباتك. عاد هضرت معك على المشاركه في البرنامج لان شفت راسي وليت يعني وحده اخرى رجعتيني 10 سنين نقولوا 16 عام ماشي في وجهي ولا ولكن في نفسيتي رجعت 16 عام تقريبا. هذا هو المهم راه ماشي تبدلي يعني اللوك ديالك 100% ولكن بانك تحسي بانك راك يعني رجعتي بواحد السنوات اللور اللي كنتي يعني بيان سور كل وحده شعرك يكون زوين قبل. نعم. يعني كتحسي بانك راك في واحد وعجبتيني كتعطي الوقت للزبائن ما همكش يعني الماديات بكثر ما همك يعني المهنيه والاحترافيه اللي كتخدم بها. غادي نجاوبك خفيف على الكلمه هذه حيت مهمه نطرق ليها. احنا في المغرب يعني كيف كتعرفي قليل اللي كيمشي يقرا لاكوافير او لا حتى لا قراها قراها غير حيت والديه يعني جبروه يدير شي حاجه من مور القرايه ما قراهاش. نعم. كيمشي كيقرا المهم باغي يخدم على الفلوس. الحمد لله انايا الكونسيبت ديالي اولا لو ستيل باش خدام يعني مختلف تماما يعني اتوليي واحد الورشه ديال الشعر يعني علاش خديت الاتوليي خديتها من يعني خديتها من 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 بحال نقول لك طبيب. اوكي طبيب علاش طبيب مختص علاش طبيب ما كنلقاوهش لتحت في الريتشوسي او في كراج. ومع ذلك كتعب الى عناء وكتطلعي عند الطبيب. أيه. مع احترامي زعما للدكاتره تعجبني انا يعني هذيك لافالور اللي عندهم. نعم القيمه يعني من تما هذاك الشيء علاش درت لاتولي وهذاك الشيء علاش اكسبري درته في ليطاج. نعم وهذاك سميته اتولي تشوفو. وكناخذ يعني ماشي هي يعني كيف كنقولوا هي ماشي تكبر او بالعكس هذه اون فالور فالور اجوتي لاكليونت. كنخليها يعني براحتها كناخذ معاها الرونديفو وكنديكالي ما بين الرونديفو والرونديفو يعني واحد الوقت ديال ساعه ساعه ونص ساعتين باش كتحس بانها بوحدها هي كاينه متفق معاك كينونتها كاينه تما فوالا هي كتدخل كتحس براحتها كاينه مالكه عندك فوالا كتسالي ساعتها وكتخرج بانها مرتاحه وفرحانه. وهذا هو الادوار الكونسيبت ديال سكابيل. ما شاء الله عليك الياس اميار مشكور جدا على الحضور. نتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقات ان شاء الله المقبله. مرحبا.